اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كيف لاباس، اش راكم، واش احوالكم، واش اخباركم. نقطعوا من سلسله المحلات، نجيو بروتين خفيفه ظريفه هكذا. ديتكم معايا الحفله مليحه، تشوفوا الافكار، تشوفوا التقديمات، تشوفوا الديكور، تشوفوا العشاق هضركم اللي يحبوا هضركم اكيد يتفرجوني، ما يحبوش يفوتوا مباشره. هو روتين يوم كامل، لكن قبل ما نبدا لا فيديو خدمت لكم شويه مشتريات، قلت لكم لما عين ذاك راني نخطف الحاجه اللي ناقصني، وبديت نتحكم في روحي، ما نشريش برك اي حاجه، نشري غير الحاجه اللي نشوف روحي محتاجتها، ومانيش نشري في الكميات الكبيره، لانه كي نشري من بعد نحصلوا كيفاش نخبيو، نولي في البلاكارات، نولي في مشاكل اخرى. زعما راني نشري غير بزوج، زوج حوايج، كي تعجبني حاجه مانيش نشري في سيرفيس طاب، نشري بزوج قطع، زعما ليا ولزوجي فقط، ولادي هم صغار زعما كاين. المهم درت حسابي على زوج، عجبوني زوج بول هكذا في البلون تاع شوربه، وعجبوني دو بلا هذا الشكل اللي يقول سلطه، اللي يقول التقديمات، اللي بلا فيهم عفايس بزاف بزاف. هاد الاواني البيضاء هذه شيتها من عند نونو ميناج، شوفوا كاين موديل ثاني هذا عجبني، هذا نوعيه مليحه تاع الدجاجه. ها شريت زوج زوج زوج، قلت لكم اي حاجه وليت نشري زوج. ها بديكم موديل هذا شكل مختلف، مميز اكيد راح تشوفوه معايا في الشهر الفاضل في التقديمات. ايضا شريت الطاجين المغربي اللي طيبوا فيه، وانا عندي لكن اللي عندي حجم صغير زعما مش عائلي. المره هذه شريت حجم كبير، هذا شريته من عند لالا مغنيه اللي يبيع التوابل، راهو اخر فيديو في القناه، قال لي طيبي فيه في النار عادي ما يطرطق. شريت حجم كبير، سعره نورمالمون 160، نورمالمون حسبوني 160 الفا، حجم كبير عائلي موش صغير اكيد. هذا ما يتصرى والو، ولكن لازم طيبوا فيهم على النار ذليله بزاف، قليله بزاف، الحين يحكموا لكم مده طويله يعني. شريت ايضا زوت سدو طابل هكذا، هذو تاع الحلفه جايين شكل جديد مختلف هكذا، هذا ثاني من عند نونو ميناج، نظن 65 الفا نورمالمون، نحب بزاف ستيل هذا تاع الحلفه. اها قلت لكم اني شي غير بالزوج، وشريت البخور خلاص لي زوج انواع، شريت مسك طهرة وشريت البخور هذا نسيت اسمه، نوار في الدوري جربته من قبل وعجبني هايل هايل البخور هذا. وشريت ثاني زوج غامكة هكذا للكراتان، ولا المهم يدخلوا للفور عادي طيبوا فيهم ما يطردقوش سبيسيال. ها فروج معاهم زوج مع بعضهم تحت شعار زوج زوج من كل زوج زوج. هادو هما مشترياتي الاخيره، كاين مشتريات اخرى خاصه بالطاجين والمرمز والفريك راح نشوفوها الفيديو الجاي، كي تشوفوها تفهموا لها، خليتها لكم الفيديو الجاي. اسم الفيديو هذا راح نحط لكم بكره في الليل ولا صباحا وقت تحمل، والفيديو الثاني راح يكون الجمعه مساء. انتظروا الفيديو الثاني تاع محل التوابل والاعشاب تاع الصيف، وتشوفوا مشترياتي الخاصه بالشهر الفاضل. دوكا نروحوا للعشاء اكسبريس، هنا النهار هذا كانت عندي حفله وخرجه وخدمه في المحل، ثم كان لازم ندير العشاء بعد الغداء، تغدينا غسلت الماعن وقت الظهر وجدت العشاء مباشره. شوف التتبيله واش درت فيها، درت فيها زوج مغارف زيت، مغرفه كبيره زبده، لا يورت طبيعي، ها نص باطه هذاك واش كانت عندي، يعني ثوم مسكرفج حوالي 4 حبات ولا 3 حبات صغار. هنا عندنا الملح، فلفل اسود، زنجبيل، كمون، اللي يحب اللون تاع الدجاج يجي شويه الاحمر يدير فلفل احمر. هنا عندي الرند، نورمالمون هذا ما حطيت ما نزيدش، راح نزيد شويه كاري، راني قلت لكم ديما نستعمل في توابل لاله مغنيه، نزيدو شويه توابل الدجاج، هذيك تعود ما عندكمش الوقت ديروها فيت فيت وتبلوها وتغطيو الدجاجه تاعكم وتخرجوا تقضيو شغالاتكم ولا تخدموا خدماتكم، خصوصا النساء العاملات، وترجعوا مباشرة تحطوها في لاكوكوت يعني اللي مزروبين باش تمثم توجد لكم، سينو ديروها في الفور عادي في الكوشة، حمروها في الكوشة. شوفوا هذا الخليط تاعنا، ما تنساوش مغرفة كبيرة مطاردة، نسيت نذكر هيك، زبدة، زيت، مطار، التوابل اللي عندكم، اللي يحب الهريسة يضيف، تقدروا تضيفوا فلفل حار مقطع كيما تحبوا، يعني هذه نتوما واش متعودين. المهم هذي تجيكم بنينة وإكسبريس خاصة بلاكوكوت. دوكا نجيبو الدجاجة تاعنا نبداو نوصلو فيها، هنا سمحولي لازم اليد ما فيهاش حتى حل، لازم تمسح باليد جيدا.
ودخلوا التتبيله تاعكم مليح مليح مليح. وهنا كتدبيره تقدروا تخدموا الدجاجه تاعكم هكذا وتبلوها مليح وتكونجليوها مباشره للعاملات في الشهر الفضيل هذاك، تجبدوا مباشره طيبوها. اصلا اكسبريس راح ندير لكم فلاكوكوت ماشي في الكوشه باش ما تديش وقت وثمثم الطيب وتجيكم بنينه هايله. ديروا نفس التوابل هذو كما قلت لكم، فلفل اسود، فلفل احمر، كمون، كاري، كيفاش يقولوا، ثوم بودره، مغرفه مطرد كبيره، لايور طبيعي، مغرفة زبدة، زوج مغارف زيت، ملح، ديروا كمية مليحة تاع الملح أكيد، اللي يحب الهريسة والحرارة أيضا يدير، راح تجيكم بنينة بزاف بزاف. وشريو الدجاجات هذو الصغار، ديما نقولكم ديما تسقسيني ويا هنا نفتحو قوس نجاوبو المشتركة اللي ديما تسقسيني منين راكي تشري في الحمام ولا السمان هذاك. قلت لك راهو زوجي قال لي نشري فيهم من جزار في التساهمي أون فاس باطيمات شبخة بالضبط. الجزار هذاك اسمو رويال، جزار رويال راهو جاي في القرنيه جديد، هذاك هو جزار العائله سمارو شريم من عنده ديما. نحطها في الثلاجه نخليها، نروح نصلي صلاه الظهر مباشره نخرج، عندي اعمال وعندي طريق وعندي، المهم راح نديكم معايا امسيه كامله. هنا قبل ما نخرج تفكرت بلي نشف لي البيدون، شريت البيدون خاص بالدقيق هذا من عند العملاق بلاستيك، حجم كبير، نوعيه مليحه، غسلته ونشفته وقطرته مليح وراح نفرغ فيه الدقيق. انا كنت حابه نشري هذوك تاع الحلفه الاسطوانه، هذوك تاع الحطب، لكن بزاف قالوا لي ممكن يدودوا، ممكن منا، ممكن ماشي مليحه ليهم السخانه وذاك. هيا خفت، قالوا احسن حاجه هي البورتمونجي هذا مضمون يهز 25 كيلو. انا هنا شكاره تاع الدقيق اللي عندي راهي تاع 10 كيلو فقط، فرغتها وسكرت عليها باحكام. دوكا مباشرة نفرغها نسكرها ونصلي صلاتي ومباشرة نروح للمحل، عندي خدمة يعني نوجدو طلبية تاع الولايات ومباشرة نديكم معايا الحفلة مليحة بزاف بزاف بزاف. هاوليكم تحطوا فيهم دقيق هايلين عمليين، وكل ما نروح نشري منهم نلقاهم خلاصو، بصي باش لقيتهم هاد المرة مزالو. هاوليكم كبير، شوفوا 10 كيلو كيفاش جات، تسمى 25 كيلو تجي قد قد. وهكذا صحابي على اخر ما نشكرت دقيق، قلت لكم منين نروح نشري نلقاه ما كانش، المره هذه لحقت بنيه منين جابوه. هنا هذو شوي كواليس من المحل اللي وجدنا الكليات اللي راحوا الولايات، بعثناهم مباشره لليدين سبت حد يكونوا عند اهاليهم. الان مباشره نديكم معايا الحفله تاع ونيسام بوغازولا اللي عندها الباتيسري تاعها في لابريش في عماره شنوا، حابه دير حفله عيد ميلاد بنها بالتزامن افتتاح تاع المحل عندها واشهر يعني، حبت تدير ثاني البيروك لصديقاتها ولا فامي تاعها، لا فامي تاع راجلها بزاف شيطوها. ديما المكان عند شيكاغو، وحاليا هو الوحيد اللي عنده مساحه هكذا كبيره وين تقدر تكري عليه ويدير لك كيما نقولوا تكريها عشوه كامله نسا في نسا، هذه اهم حاجه. سماتك شغل تكري الطابق الفوقاني كامل، ما يعقب لا راجل ما تعقب حتى وحده حتى ياكل ولا تكوموندي ولا تقعد سماركم وحدكم، لكم حريه كيفاش يقولوا القعده منا مسكالي هذا واحد ما يفوت حتى الفوق. تكريوها كامله، كريتها درت الديكور دنيا ايمان اللي راهي دخلت في المجال بقوه كما نقولوا، دخلت فيه بصدر قوي يعني، راهي مبدعه راهي تخدم في وحده الديكور. دوك نعطي لكم وحكموا بنفسكم. ثاني نحبوا نقولوا لوانيسا بوغازولا مبروك عليك المحل، مبروك عليك الافتتاح. هي في الوقت اللي فتحت فيه المحل وفي الوقت اللي زيدت فيه ما فرحتش، كانت عندها ظروف، كان مرض، كانت وفاه يعني واحد عزيز غالي عليها، سما راهي كشغل جاتها ضربت ورا بعضها بزاف ما قدرتش تفرح خلاص، هذه وين شوي بدات تتنفس وبدات تستراح باش قدرت تعاود ترجع يعني للحياة ودير فرحة. ان شاء الله ديما افراح ومناسبات ديما فرحانة زاهية. هذا المكان قبل وبعد، شافوا المكان قبل وكتشوفوا الساحرة الدنيا ايمان كيفاش قلبت، شافوا الله يبارك الله يبارك روعة. شغل هي اختصاص اعياد ميلاد، خطوبة خفيفة، اللي يعني عنده هكذا، بالنسبه اللي عنده العريس وكما نقولوا حوس عرس كامل حليب وقهوه وترامز هذو كم كاينين يعني ناس خاصه، سوا مكتب صبرينه، ليلى مريخي، سوا سميره بهلولي، كاين بزاف يخدموا الاختصاص هذا. بصح هي خرجت بحاجه فريده من نوعها، جاتك شغل مختصه في اعياد المناس الميلاد، مناسبات الخفيفه، الخطوبات، اللي عندها هكذا مناسبه في التام هذا تخدم كلش وحدها، انتي تعطيها اللون والعدد وهي تدبر راسها، مش مع للديكور كلش. دارت كوتي تاع نساء فروجي هبل، ودارت كوتي تاع ولاد خاص بعيد ميلاد محمد ابن لميس، شافوا ميني شاورما، مملحات، تحليات، تارتولات، كل شيء، تحليات، كل شيء كان طبعا اكيد من ابداع لوانيسان بوغازولا لانه هي صاحبه المجال،
تقريبا خدمت كل شيء وحدها هكذا. كان عندها ضغط، كاين حوايج كومونديتهم، كاين حوايج عاونوها صحاباتها، صحاب الميتي نجوى راها في صفصاف، كاين بزاف يعني شافوا هذا وهذا ملحيت هكذا. عارفين لا ميت هذا وشني هذه هنا وجيج هذاك خليهم يسمعوا جيج هذاك جيج جيج ماريني ثم وهذاك سماين مع طماط وباتي. سمح الجيج دي بعد شويه دوك نذوقوا من بعد ونشوف ذوق يا درا يا درا هكذا راه يتبان تشهي. وهذه دوكا ميني شاور ما شفتوش فيها الديكوراسيون صح حاجه جديده فانيسي كش ما تعرفين كش ما تعطينا السر مي هنا كش ما تزامنت مع عيد ميلاد بنا ايا دارت المناسبتين في بعض فاهمين دوك في الشوكولا هذه شوكولا هذه شوكولا مكتوبه هي مطبوعه عند ليلى سويتس اوكي هذه صالحه للاكل صالحه للاكل تكل كامل صحيه ديال الحوايج بزاف ما شاء الله صحيح نشكل الحوايج كامل اللي مقدومين باش ياكل هيا هذا التام تاع الاولاد الكوتي هذا تاع الاولاد كان تام باتمان شوفوا واش جا ثاني باهي شوفوا هذو الالوان والانسجام والنوار والاصفر والبالونات هذو كل شيء دنيا ايمان دبر راسها كل شيء عليكم تتواصلوا معها تعطيوها واش حابين اللون والتفاصيل الباقي خدمتها لا تارتو القاطو كل شيء يعني قلت لكم سما ما كانش واحد يعني يدير صح نذكر لكم كل تاع ليميس سما كل شيء من ابداعها قلت لكم راهي فاتحه الباتيسري تاعها في شناوه زيدوا قولوا لي اشهار خميش الحفله تاعي باش تقولوا لي اشهار راني غير نذكر لكم نتوما كي نذكر ليه وكيما نذكرش في التعليقات تكلوني روزا شكون دارت هذيك ما ذكرتيهاش راني نذكر غير باش نتوما تعرفوا برك اللي قراب يحبوا يابونيو عندهم يحبوا يدعموهم وخلاص نشجعهم كوميم كي يسمعوا هكذا اسماء ويشوفوا خدمتهم يفرحوا ماشي شرط اشهار ما كان حتى اشهار في المواضيع هذه تاع الفلوغات كي تشوفوا فلوغ عرفوا بلي ماهوش اشهار شوفوا واش جات به هي الطابلو تهبل اكيد قدمت مع الاول عصائر مع مملحات من بعد كاين تي كاين تارت كاين يعني كل خير هم قدموا ثاني شموع هكذا تاع الديكور كل وحده تدي شمعه مكسرات في هذه البلارات تاع الجيج هنا الكوتي هذا تاع بيروك المحل تاعها والكوتي اليمني تاع عيد ميلاد محمد تاع بنها شوفوا تناسق الالوان جو مليح في البوردو روعه يعني تاع روعه روعه هذا هما لقطات فقط صورتهم قبل ما يجي الغاشي فاتوا كاع دونسا خلاص حاولت نزيد نخلي لكم شويه صور باش تهزوا ديكور تهزوا افكار تشوفوا يعني التقديمات تقدروا يعني تهزوا افكار بزاف بزاف هاهم اللي عندها سؤال اللي عندها استفسار تخلينا في التعليقات حنا ديما نقولوا هذا كيفاش يقولوا هاد المناسبات والله هاد الفقرات اللي عجبها يتفرج ما عجبهاش تفوت ما تقولوا لا بذا خلاف زاد لا والو كل واحد على باله هي كي كانت تتعب وكي كانت تعرب كانت تخدم ليل مع نهار واحد ما كان حاس بها وكي كانت كيما نقولوا في الحزن ولا كانت عندها فرحه وحزن ما قدرش تحتفل على جال احزانها ومنا نقاط كثيره وواحدكم تفهموا ثاني واحد ما حس بها كي جا وقت الفرحه يجي واحد لازوج يكتب لك في لي كومونتير تبذير كيف تبذير هذا راهو من حق هذه كامل تشوفوا الناس فرحت شوفوا لا فيها عدل ما لنا فوتو تاعي هذه لا فوتو تاع ابنها وهذه لا فوتو تاع عيد ميلاد بنها وهذه لا فوتو تاع شوفوا هنا التقديمات هذو شوي كواليس طفتهم تحليات وتارتولات وكل شيء تلقاهم متوفرين عندها في باتيسري تاعها محل تاعها في شنوا
اما لي ميس بوقات زول عندي لكم شغل اشهار دوكا اشهار دوكا نهضروا في الاشهار. لبسه من عندي لبست من الكوليكسيون تاعي على العيد، شريت من عندي عبيت العيد دشنا صافي حفله بنها وحفلتها جاتها تهبل جاتها بسم الله ما شاء الله اقبال كبير على الموديل هذا تاع العبايه جاتها روعه. هادو شوي كواليس، نتمنى يكون عجبكم الكواليس وعجبكم لا فيديو. فقط حبيت نقول لكم بلي ماشي اشهار العبايه تقولوا صح مسكينه منين حطيت لا فيديو جات واحده شريت العبايه شريت جلابات شريت حوايج وهي اصلا بوقوصه ومليحه ولا طايحه مليحه جيبها روعه ما شاء الله بصحتك تستمتعي ان شاء الله. مباشره نعودوا للمنزل. شوفوا ها بعد ما رجعت ليها هاكم دجاجة تاعنا متبلة دوكا نشعلو لاكوكوت خلينا تحمر ونحطوها مباشرة تتحمر شوية ونسكرو عليها لاكوكوت. هنا ها هي تحمروها شوية تقليوها مليح تضيفو لها شوية ما تحبو نضيفو خضر ضيفو كيما هكذا بطاطا جريبات زرودية كيما تحبو تحبو ديرو أرز طيبوه وحدو كيما تحبو عندكم حرية الإختيار. قليوها شوية ديرو لها شوية ما سكرو لاكوكوت ربع ساعة تاعكم تكون واجدة طايبه زبده. تحبوا تزيدوا تحمروها هنا في لاكوكوت تحبوا تنحيوها وتحمروها في الفور ثاني راح تجيكم عسل بنه على بنه كيما يحب الخاطر كيما نقولوا وخفيفه واكسبريس وسريعه وبنينه بزاف بزاف بزاف. يجي الجيج تاعها بنين كيما تاع برا طري مداوي مليح. سينو تحبوا ديروها وتكونجليوها للشهر الفضيل تكونجليو زوج ثلاثه هكذا دجاجات صغار ام يتباعوا يعني صغيرين قد العيله تاعكم وتجبدوهم مباشره وطيبوهم خصوصا للنساء العاملات اللي ما يلحقوش. يعني هنا ها هي بعد ربع ساعه جبتها من لاكوكوت طايبه زبده نمسها تتكسر. مباشره شعلت الفور من فوق شويه فقط باش تتحمر برك من فوق لانه من تحت ديجا راهي متحمره شفتوا مع الاول كي قليتوها ديجا من تحت كون طلعوا عليها راهي حمراء سما تزيد تدي اللون الذهبي تشرب هذيك شويه لاصوص وبصحتكم تتمتعوا بن دجاجه اكسبريس في لاكوكوت. تجيكم ضياف الغفله مناسبه هكذا عشاء بنين خفيف ظريف في وقت قياسي. هذه هي تبلوها صباح وتخليوها سينو تبلوها ثاني اقلها ساعه ولا ذاك وتقدموها وتحمروها مباشره تدي ربع ساعه في لاكوكوت زوج دقائق ثلاثه في الكوشه وخلاص. شوف رزاني مصممه تجبد لي الباب تاع التسجيل ما خلتنيش نسجل. ما تنساوش اذا عجبكم لا فيديو اشتركوا في القناه وبارطاجيو لا هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيضحكوا.
دارو كسوفو ما مرهنو عليك تخسارو كسف. شفت يا زمان ومواقف